ازيكم يا مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الحمل ليوم الاثنين 18 اكتوبر تشرين الاول 2021. انت تختبر طاقة مزدهرة اليوم، حيث ستصادف انك تزدهر في كل جانب من جوانب الحياة. سيكون منزلك وعائلتك كرماء ايضا لك، لكنك ستشعر ببعض الحزن لأنك لا تقضي الكثير من الوقت معهم، لكن هذا هو أسلوب الحياة، فبدلا من وجودك فإنك تكسب لهم حياة فاخرة. خذ وقتا مستقطعا وتحدث معهم لتشعرهم بالراحة. عاطفيا، أنت سعيد لأن الحياة تمنحك مفاجأة جديدة كهدية لكل عملك الشاق وتضحياتك. أنت منخفض بعض الشيء حيث لا يمكنك مشاركته مع عائلتك لأنك تعيش بعيدا، لكنك لست بحاجة إلى أن تحزن، فهم فخورون بك. شريكك سيجعلك تشعر بأنك مميز للاحتفال بنجاحك، وكل هذا سوف يربكك بفرح. مهنيا، أنت تزدهر على المستوى المهني أيضا. احتفظ بعلامة تبويب في اجتماعاتك المهنية ومواعيدك، حيث لا ترغب في الوصول إليها في وقت متأخر. تحتاج إلى التخطيط ليومك في العمل بكفاءة حتى لا تفوتك أي صفقات جديدة جيدة في هذا اليوم. من المحتمل أن تقابل شخصا مثاليا أو شخصا تحترمه من الناحية المهنية. أنت متحمس للغاية بقيامك بأفضل عمل، وهذا واضح من عملك. صحيا، تحدث تغيرات جديدة في حياتك قد تزعجك وهي ليست جيدة لصحتك. مارس التأمل يوميا فهذا سيساعد صحتك العقلية. توقعات السفر، تريد رحلة احتفال في الوطن، لكن رحلات العمل ستبقيك ثابتا. لن تجد أي دقيقة إضافية لتخطيطك لرحلة. يجب أن تنتظر رغبتك في العودة إلى المنزل، حيث من المحتمل أن تصل إلى فرصة العمل الجديدة، إلى فرصة أحلامك، ومن المرجح أن تنفتح في إحدى رحلات العمل هذه، وستقضي وقتا ممتعا وستلتقي ببعض الشخصيات البارزة أيضا. نصيحة اليوم، الكون له طريقة خاصة في جعل حياتك تتحدث. نصيحتي للعزاب، اذهب إلى نادي أو فيلم مع أصدقائك أو فيلم منفردا، أيهما يناسبك افعله. نصيحتي للمرتبطين، يمكن أن يتحول موعد أو يوم للتسوق معا إلى نزهة لا تنسى. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.